طبعا احنا رجوع الشناوي طبعا يعني مكسب كبير جدا 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 في المباراه الحقيقه. والشناوي دلوقتي خلاص مصنف ان هو احسن حراس افريقيا طبعا. صحيح. طبعا في قفشه المباراه دي يمكن من افضل مبارياته مثلا من 15 مباراه. قفشه المباراه ديت اولا عامل لك استحواذ بشكل هايل وورا كل كوره، وفي نفس الوقت بيعمل حته صناعه اللعب بيعملها بشكل كويس، بيكمل بشكل كويس الحقيقه. يعني انا بعتبره لو الشناوي وقفشه وعلي معلول الحقيقه يعني كانوا نجوم كبار. طبعا الفرقه بقيه الفرقه نجوم كلها نجوم كلهم فوق العاده يعني هم كلهم نجوم، بس دول اللي كانوا دول مميزين طبعا. حاجه تميز كبير جدا الحقيقه.